طبعا قلت لكم ان الاكل الاكل ده لما انا كنت طبيب مقيم
في مستشفى حسين من الأمان سنة 77 78 79 كنت حريف قبل أشهر. أي حاجة فيها هيستيريا وفيها كبت وحاجات كده أطلع على المرضى تجيب لي من صاحبي مالك تخدير طبقة الأمان وأخففها 20% تتخفف المرضى تخفف عشان يخطر بيها 10 سم. أنا بخففها 20 سم عشان تخفيف المعقد وأقعد أعينها في الوريد ببطء لغاية ما الوريد يدخل في حالة التنويم الكيمياء مش التنويم اللي ايه؟ أنا مش فاضي لسه أعمل أنا مش عارف إيه وإيه وفي التنويم المغناطيس عايز أنا قوية جدا فاكرين المحاضرة بتاعت التنويم المغناطيس والأسيتون أنا قوية جدا مع بين وبين المعالج وأسيبها جامدة جدا ويعني لدرجة إنه على استعداد إن المسيب نفسه ينام على المعالج من غير حتى المعالج يطلب منه لأن حاسس بالأمان فدي بتاخد وقت وأنا بشتغل في العيادة ما فيش غير العيادة لازم أخلص الحاجات اللي جاية مش أنا هستيري اللي جاية مش عارف إيه لازم كل ده إيه فطبعا اللي جاية طبعا مين جديد بروح أعمل لها الحكاية دي وبعدين هي تحت التنويم هو روحي لها بإن إيه رجليها خلاص بتتحرك ورجليها خفت ورجليها بقت كويسة فبتدي إيه تحرك رجليها هبتدي أنا أخفف من إيه الحقل وانتوا عارفين السنة اللي أنا بعمله وإيه وابتدي أفوقها شوية شوية وأعملها خلاص بتتحرك رجليها سليمة أنت كويسة أنت في حالة جيدة وتقوم رجليها تتحرك الدنيا بقت زي الفل في الأكشن. جاتني بنت هي عندها انتلكشوال ديسابيلتي اللي هو عجز ذكاء عندها تخلف بلاش تخلف هو عجز ايه ذكاء بس كده التخلف دي جاي منها فالبنت دي كانت تيجي بكحه والكحه دي طول الوقت ايه مستمر عماله ايه بتقعد بكحه فجدتها يا عشان جدتها تجيبها فحتى طبعا دي بتدي لا تستوعب ان احنا معاها الانسان اللي عندنا نفس فكنت بعملها قبل الاكشن ده بالنقطه دي فهي بتدي العقل وبعدين تبتدي بعدين تقعد حركه خلاص وحركه كويسه فتختفي الكحه وتفيقوا ان هي خلاص بتاعتكم اتحبست شروط بتدور اسبوعين ثلاثه شهور وبعدين تجيب لك ايه تجيب لك تاني لغايه ما مره جابتها بعطس فبدأت الأبل أكشن وأوحدها بأنه العص اختفى فرأت دخل في الكحة فاضطريت أزود الإيه؟ التنويم عشان أشيل كمان الإيه؟ الكحة فكانت النتيجة اللي لقيتها حصلت دخلت في حالة أبل يعني انقطاع التنفس انقطاع التنفس استمر نص دقيقة وانا في نص دقيقة دي الدنيا لفت بيا ويا ابا ربي البنت هتموت وبعدين على كلمة الدقيقة لما توقفت عن الحال وطلعتها كمان اني شلت الايه؟ الابرة كان المفروض اخلي الابرة عشان اجيب مبروك كرامين واحقنه ينشط القلب والدنيا تبقى كويسه لو اضطريت لده لكن سحبت الابره ولجت بعد دقيقه ونص راحت البنت بتنفسها وهي وبدات تفوق من بعد الحاله دي وحصل لي ده اللي فيها حصل ده وكان ممكن تموت في لحظه ومستقبلي يضيع بطلت اعمل الابر اكشن اللي كنت بعمله كنت كل يوم لازم احل 2 3 عيانين من العياده الحربيه في الابر اكشن فهنا هم بيعملوا ابر اكشن بتاثير التنويم الايه؟ المغناطيس مش ابر اكشن كيميائي واحنا لغايه دلوقتي ممكن نعمل ابر اكشن كيميائي لغايه دلوقتي
وده مستوى اللي بتكون فيه الخبرات مفهومه تحت المعاني
ولكنها قريبة من السطح وممكن استدعائها بسهولة بإلحاء وهكذا. الثالث هو الكونشس، وده مستوى عند بدون محمد الخبرات وتصل إلى مستوى عميق لا يمكن تذكره. ولذلك يمكن أن تظهر إلى كتب زلالات الإسلام وفي الأعلام وإلى التباعد فرد. لما تسيب الشخص يتكلم ويرجع لبابه الفرد يكون من غير ما يعرف باله يكون حكايه الكلام تكشف عن اللي هو شعور التباعد اللي هو ده التباعد فرد. طبعا الصوره بتاعتكم من مرانين القاعه طبعا. إنما أنا في حاجة مهمة لازم نقولها لكم، مش فرويد هو أول واحد اتكلم عن أنكونشس اللي هو لا شعور ولا حتى لا يفكر. أول واحد اتكلم عن لا شعور كان جوستاف لوبون في كتابه سايكولوجي الجمالية، ويرفع كلمة الكتاب ده على النت هيلاقي إنه جوستاف لوبون ده أصدر في كتاب ده سنة 1895، يعني كان لسه فرويد ما اتكلمش عن الثلاث حروب على حاجة، وكتاب مبتدأ بالدليل ده. لسه فرويد ما عملش حاجة ولا قال عن مشهور ولا حاجة، لكن الراجل ده تصدر في كتاب قال إيه؟ في الكتاب السيكولوجي للجمالية، إن الشخصية الواعية هي الحياة الواعية للروح للجمالية. وانها لا تشكل التنافس ضعيفا مقارنه بحياتنا اللاواعيه. ده مين بيقول الكلام ده؟ جوستاف لوبون الفرنسي اللي الف كتاب سيكولوجيه الايه؟ الجماليه. وقال وانها الضمايا لا نهائيه موروثه عن الاسلام. اما ده اللي قال لوبون بعد كده لما قال الكوليكتيف انكونشس وعند درس الاجداد من الاسلام، وانا بقول لك ان ده كان نوع من التنبؤ يوجب الجينز جينيات الوصفيه. طب ما كنتش تتعب يكون سبب المظلوم. يعني احنا محجورين في علماء على انهم هم اللي ابتدوا كل حاجه، لكن لا في ناس سبقتهم وهم بنوا على اللي خدوه منهم. وقال من دي اللي بتشكل الروح اللي الاب كان بيها شكرا وإن الجماهير المحكومة بكلام برضو مستقبل كله، الجماهير المحكومة كثيرة من اللاوعي، وبالتالي فهي قادرة على أكثر مما يجب للعوامل الإيه؟ الوراثية. الوراثية، ده كلام إيه؟ مستقبل كله في كتاب سيكولوجية الجماهير اللي بتخليها محاصة جدا. مش كده الأنبياء لما يروحوا يحيوهم يقولوا عليهم كلهم كده وكده، فأنا على أمة وأنا على سرير متدور مش كانوا جابوا متمسكين ومحافظين وعايزين القديم ورابطين الجديد اهو كلام مستفاد بقولنا. وكده بقى مش فرويد الاول واحد اكتشف لغه الشعوب. طبعا فرويد لها شعوب بقى لانه لغه الشعوب ده عباره عن حقيقه جدا للقديم اللي بتتخيل بتاع السطح بين الميه وبين الفلوس القليل قوي اللي هو اللي بيبان الشخصية
وبعدين اكتشفت ان الكل من الخارج يعني المريض يخرج بالكحان يتذكر الحواس المرضيه الحاجات اللي عارفها ولما تذكر الطبيب والمريض فبدا يسيم مشكلة دايما بتيجي امتى؟ لما يبقى الصداع ايه؟ مشكلة
أصبحنا شكوري بالعنكبوت وهذا الكبت بحنين الرب ألف اللي هي العنكبوت تتبحث عن مطعم فتجد الفصول والأعراض اللي هي المطعم مش كده؟ ده اللي بيخلي الأعراض المرضية تبقى موجود زي ما قلنا طول الصراحة شكوري مفيش مشكلة لأنه نعرف الصراحة فيه وفكر فيه لكن لما يبقى الصراحة شكوري ومكبوت فالرب تبحث عن مطعم فتجد الأعراض اللي هي المرضية دول طبعا نفسي مش التفريغ التفريغ ده جزء من يعني بيتكلم عن المريض لكن مش دور المعالج اللي هو اللي بيخلي المريض طول الوقت عمال يتفرغ من غير ما يعمل حاجه يعني كده التفريغ ده كل حاجه ليها اهداف يعني لكن الدور في الكشف عن مبادئ المجهود ده عشان يطلع عدد الايه؟ الشعور عشان يمدد المريض من جديد بالصراع اللي هو فشل فيه. وفي نفس الوقت يعمل على حاله تحت ترشيد وتقييم وتشكيل. شوفوا بقى اللي حصل هنا ادي نفس الايه؟ رغبتين ومتصارعتين. اذا كان الصراع شعوري فما عندناش مشكله نتضرر منه. لكن إذا كان الصراع لا شعوري وفي كبت فده هيدور على مطرح الرب ده هيدور على مطرح ده هيبقى في صورة الأعراض الإيه؟ المطر هيبقى دور الطبيب إيه بقى؟ إنه يحول الصراع اللا شعوري إلى صراع إيه؟ شعوري فيبتدي المريض يعيه ويبتدي يتصرف فيه بالاسم ويجد نفسه المخرج المناسب وانا مش بقصد على الناس ما اخرج ولا افكر لهم يعملوا ايه؟ يعني انا بسيبه هو يختار يعمل ايه؟ دي المشكله اللي هو اهو وهو خرج ما عارف مش في الشغل اهو فكر ايه يا جماعه؟ شوف هتعمل ايه؟ يبتدي هو يختار يعمل ايه في الصراع اللي بقى شغله عارف مرور 10 سنين معزولون عن زمايله في الجنة عشان يكون النظرية بتاعت دي زي ما قلت لكم ولم أقدر كتاب تفسير الأعلام الحياة سنة 1900 بدأ يبقى كلهم أطباء يبقوا يتعلموا على إيدهم عشان يكتسبوا من الخبرة والخبرة ويتعلموا من النظرية بتاعتهم ولما بدأ الفنانين والأدباء ينتبهوا إلى أنه بيتكلم على شعور وتحولات مرضية وأعراض مرضية هستيرية وانشقاقات بالمريضة زي ما شفتوا في فيلم مثل الحرمان وحاجات زي كده لا بدأوا يخطوا من إيه؟ من فرويد وبدأوا يتلمذوا عليه الفنانين والأدباء والأدباء عشان يكتبوا قصص من نفس الإيه؟ وهكذا فرويد أخذ الشهرة بتاعته وبقت الافلام بتقول كلام فرويد والفنون والكتب والروايات والكلام ده طبعا شفت في سنه القصص بتاعته متاثر جدا بالتحليل النفسي وفهمه للمرأة من خلال نظريه التحليل النفسي بتاع فرويد وتفسيراته وشفتها في فيلم المنظره السوداء وشفتها في فيلم المسانده الداخليه وشفتها في افلام كتير جدا في القصص حسن عبد القدوس بالذات لأنه كان أحسن واحد كان فاهم المرأة لأنه من عاشق المرأة الله يرحم جميعا طبعا مشكلة النظرية الجديدة بين الأطباء كتير من البلاد وخاصة سويسرا هنا بقى وصل صيغة فرويد مين؟ يوجين كرولر ده يا جماعة كان مشرف على معهد المرض العقلية في سويسرا والراجل ده أول موظف الفصام اللي كانوا فيه أربعة إيه؟ أنا الفصام بيتميز بأربعة إيه؟ الأسوسيشن اللي هو الانطباق بتاع الأفكار والأفكت اللي هو تبدل الوجدان والأوتيزم اللي هو التفكير الأساسي والتفكير عن النفس والإمبيدنس اللي هو التنقل الإيه؟ الصناعية والوجدان دمين انا فاكر ده انا ماجستير محسن ها
الاربعه هي دول لازم تبقى عارفهم. طبعا اللي كان ماسك المستشفى كان عارف ويليام زيورخ ومنته كان احد ايه؟ يعني فرويد كان اسمه عن ايه؟ فرويد فيبتدي يدرسه ويبتدي يعمله. طبعا بتأهيل نفسي في زيورخ اللي هي في سويسرا بتاع ميونخ وكولونا. فطبعا فرويد راح وهناك قرروا استخدام جلد التحليل النفسي تحت إدارة فرويد وبرولر. ومين رئيس التحليل؟ يونغ. شايفين الدنيا بقى ليها ازاي؟ وهم بيتجمعوا ازاي؟ في عام 1909 اللي هو الفرد اللي فات ده جامعة فيها في امريكا دعت فرويد عشان يقول يتكلم عن التحليل النفسي. فكان مين في التوقيت ده لازم لفرويد وبقى دلوقتي مين؟ يوم فخدوا معاه ايه؟ امريكا. وطبعا فرويد قال محاضره في المشاركه في احتفال بقاله 20 سنه على الجامعه دي. ويوم قال هو كمان محاضره فاستقبلوهم استقبال رائع وانبسطوا قوي وبقى مبسوطين قوي. التحليل النفسي مستقسم منهم كبير الامريكان اللي هم طرحوا لهم دول. في عام 1910 انعقد المؤتمر الثاني للتحليل النفسي وبدا يبقى في جمعيه عالميه للتحليل النفسي او جمعيه زوجيه. وبدات تنشر نشاط زوجيه بقى ترابطه اتصال بين الجمعيه النفسيه والفرحه. من 5 سنين وانا مؤتمر في الاي بي اي اللي هو مؤتمر بتاع الجمعيه الامريكيه للطب النفسي اللي انا عضو فيه. لقيت مكتبه كده على جنب كده في حدود العالم اللي تقدر تحليل النفسي اللي تقدر تعالى الاستمرار وتقدر معاه. فقلت لهم ان انا مريت بتخبط تحليل نفسي كده وبتاع اديهم على دبلوم التحليل والعلاج النفسي ان انا عرضت الدكتور مرتين ومدد الاستمرار ولا سكايب ميتنج او ميتنج على سكايب مع الرئيس بتاع جمعيه التحليل النفسي الدوليه عشان الموضوع يتعرض عليهم. ولكن انا ما خدعتش الراجل يعني لما قال لي انت بتدرس ايه العلاج النفسي؟ ما قلتلوش ان انا بدرس التحليل النفسي بس. قلت له انا بدرس التحليل النفسي وبدرس كل المدارس العلاجيه. لان انا عايز التلامذه بتوعي يعرفوا كل حاجه و فني البارع سواء كان سباك او مهندس او كهربائي لازم يبقى معاه كل الادوات اللي يستعين بيها وقت النزول. فانا التلميذ بتاعي ممكن في وقت من الاوقات يشتغل ترانزاكشن اناليسيس وممكن في وقت من الاوقات زي ما عملت مع مريم من شويه قلت لها العلاج الواقع في ثانوي عندك بعد اسبوعين امتحان عندك كسر حياتك وتواجه الواقع ازاي؟ فده العلاج الواقع. يعني قلت له انا بدي التلامذه بتوعي كل المدارس عشان في كل مدرسه لها تطبيق الدراسات رصدت ان اكثر العلاجات النفسيه والممارسه في امريكا بالتحديد اللي هو منها الراجل ده قلت له الاكليكتيك. والاكليكتيك يعني انه المعالج النفسي بيستخدم كل المدارس اللي تحت ايده وبيستخدم كل واحده في الوقت في اللحظه المناسبه والتوقيت المناسب. طبعا ما عجبوش كلامي لانه هو متعصب ويهودي ومتعصب بالتحليل النفسي وهبقى كلاسيك وما كنتش في حاجه من التحليل النفسي يا ما ينفعش معاه. فبعد الميتنج الاسبوع بعتوا لي لا احنا كنا مشجعين على المقابله اللي انت عملتها مع فلان بس احنا بنحكي القانون على الجمعيه شويه. قلت له في بالي ولا انا عايزه. انا بعمل اللي انا بستمتع بان انا اعمله واللي انا شايفه انه صح. لان مش صح ان انا احبس تلامذتي في التحليل النفسي بس ولا في الكوبنيتيف بس ولا في السي بي تي بس ولا في الدي بي تي بس ولا في اي مدرسه ولا اللي هو التركيز على العميل
مدرسه واحده لا، لازم يكون كل الفنيات بحيث انه يستخدم كل واحد ويشتغل اكليكتيك، يختار ايه امتى ويختار امتى، وكل مريضه اللي يناسبه، زي ما كل مريض تتفصل عليه ماده او كل انسان تتفصل عليه ماده تناسبه، برضه العلاج النفسي احنا بنفصله لكل مريض بما يناسبه. فهم طبعا عملوا جمعيه التحليل النفسي الدوليه دي كنت احب اقول فيها لا، قلت له ان انا بدرس التحليل النفسي بس واشهد التحليل النفسي على انه هو الاساس وقال انه ده مرور عليه وقال انه كل مدارس التحليل النفسي. طبعا انا ما بعملش الكلام ده لان انا لا مستغل ولا انتهازي ولا عايز اكسب من اي حاجه وتوصف اي حاجه، الحمد لله شغال على راضي واهم حاجه ان انا بحب التحليل. طبعا في زيوري بقى كان الجمعيه في رئاسه اليوم في نيويورك كان رئيس الالف دولار. طبعا انا رحت اقدر كده وانا عارف كده وانا كان الحمد لله اني برضه وبعد كده ظهر بعد كده الجلاله من التحليل النفسي في فيينا. الوتد المختبرات وتجاوبات في دروب الجمعيه وبداتها بفهم مجال الجنود والفنون كمان اللي هم غاويين التحليل النفسي. ايه اساسيات التحليل النفسي بقى؟ ان كل العمليه النفسيه لازم نتناولها من ثلاث زوايا، خلي بالك قوي عشان نبقى لها عمق النظريه بتاعت التحليل النفسي. اول حاجه وجد النظريه بالايه؟ الطعنانيه. والطعنانيه دي يعني الادرايس فين؟ ونجيبته فين؟ والنتيجه فين؟ ومعقولهم ايه؟ وصراعاتهم ايه؟ والقوة اللي بتروح فين؟ القوة المحدودة الدينامية اللي بتروح فين؟ تاني حاجة وجهة النظر الاقتصادية اللي هي متعلقة بوظيفة الثبات الإنساني لمبدأ اللذة والألم وتعديله لمبدأ الواقع اللي هي نظرية الأداء النفسي اللي هي الثبات الإنساني وإنه هل نعود الى منطقه اللذه ام نرتفع الى مستوى السوبر بديل؟ طبعا هنتكلم عن ده بالتفصيل بس دي بالنسبه للغزل الاولاني. وجد النظره الطبوغرافيه اللي هي الثالثه بقى اللي هي النظريه البدائيه اللي بتتكلم عن الايجو والايد والسوبر بديل. ايجو اللي هي البنيه النفسيه اللي بتكون الشخصيه وطبعا كل الوجود فيهم حتى فروق ممكن عن الجزئيه دي فروق اكثر في العوامل المختلفه لما يروح على المريض بتاع في الحمل. ويروح ان ده سؤال مهم جدا يقول المريض لازم تساله عن حدوده في الحمل ونظره الخبره وقرر مؤثرات فيه ازاي وعندك فيه ايه. الاهم الثلاثه اهم ودول هنجيبهم تفصيلي بعد كده. القوه الدينامية القوة النفسية وبعدين الاقتصادية اللي هي الأداء النفسي من مبدأ الواقع الاعتبارات الأداء النفسي من مبدأ الواقع وبعدين الجدلية اللي هي تكملات الثلاثة اللي هي الأداء والأمور والأداء اللي هي الأهم. نعود لأهم القضية بتاعتنا فاكرينها مش شايف الاقتصادي إيه؟ الراجل بيكتب أشعار وبعدين فجأة رجع بدل شغله فوفقت وظيفته بقى في حالته النفسيه السيئه تدهورت صحته وطبعا بقى بينام ولا ياكل فطبعا طبيب الباطنين نصح بانه يتعرض على الطبيب النفسي فكشف الغاز بتاعنا الغاز بتاعنا الطبيب النفسي. طبعا الطبيب النفسي دي بعد ما حضر المقابله وطب النفسيه الجنسيه اخذ ادويه المرض المفصل ويحدد الملامح المميزه لشخصيه المريض وفحصه جسمانيا وعصبيا. الطبيب النفسي ما هوش سايكولوجيست
بيبقى الدم المريض بيفحصه جسمانيا وعصبيا، لو شك في اي امراض عصبيه لازم يفحص المريض عصبيا عشان يتاكد، ما يقولش ان ده فحص دكتور اعصاب وانا اللي سليم، ولا تقتنع بان ده الاستاذ فلان شافه وشخصه كذا، لانه الاستاذ فلان لما شافه انت ما تعرفش ظروفه كانت ايه، ويمكن شخصه اي حاجه كده، ويمكن ما شافوش، ويمكن حاجات كتير له. عشان كده لازم تفحص المريض بتاعي ايه؟ جسمانيا وعصبيا. فكان التشخيص كالتالي، طبعا التشخيص عندنا على خمس محاور يا جماعه. المحور الاولاني اضطراب تحليلي، اللي هو التشخيص للمرض عشان الولد الشاب ده كونفيشن ديسكورد، اللي هو الهستيريا التحميليه. ده المحور ايه؟ الاولاني. المحور الثاني الشخصيه استرون شبه استيرين. المحور الثالث عدم وجود مرض جسماني. ها؟ مفيش مرض جسماني عنده، ولكن في حد قف عام بتشير الى ربع في الارتقاء بالبطء والعدم على الايه؟ الغذائي. ها؟ فعنده ايه؟ فهو في ريسك، في حاله ريسك فيزيكال. عشان كده لازم ايه؟ اراعي كلام العلاج. وبعدين المحور الرابع وجود ضغط نفسي وعاطفي، ولكن قرار انا لسه ما عرفتوش، بس انا بالمقابله الكلينيكيه وانا فحص نفسي وفحص جسماني طلعت في التشخيص ده. وعلم هذا الضغط النفسي العاطفي جعلني انا اعرف الواقع الواقع، وان يرفض المؤكد الواقع بدني ملافي بصوره عرض شديد الاثاره وشديد الخطوره وفقد الايه؟ البصر. المحور الخامس خيال شديد في حاله التكيف بالعام وسلوك الذهاب الوظيفي والاجتماعي، وبعد بقى اعمى وما بيشتغلش وبقى الدنيا باظت خالص. فدول الخمس ايه؟ من حاله بتبقى في التشخيص. شخصنا الحالة، ده تشخيص المتكامل. كانت المقدرة في معرفة إيه هو الضغط أو الصدمة اللي انحدثت في إيه؟ المعرفة. فكان بقى المسار والدكتور بيشنت ديليشن إيه؟ شيب. إن نحدد الوقت عشان يبقى فيه صدمة ويبقى فيه ثيرابيوتيك ألاينس يكفي لأنه يبقى مريض كونفدينشال مع المعالج بتاعه او مع الطبيب. وبدات بعد ما بقى في دكتور بيشنت كويسه والريزيستنس بدات تتلاشى، ابان المريض بما يدور في ذهنه خلال تتلاعب الفرد انه حاجه كده تتردد في اعلامه كلمات بسيطة بتلح عليه خلال أحلام النور بتاعته. تفتكروا إيه كانت الكلمات دي؟ كلمات كانت تكذبني إني رأيتكم معها، ودهن جاء فكرهت بالمجموعة، ما أبغي الدمع المسرور إذا ترى من عين كاذبة فهمك ردها، إني رأيتكم معها، إني سمعتكم عناك في عيناي في شفتي في كفي في مقدمي و إلى آخره. ده طبعا كلمين كابتن صلاح سليم بطل فيلم الشموع بالسلامة. ودي كانت المقابلة بتاعتي اللي جات عشان تديهم ليه؟ طبعا للأسف الشديد ما كانش في الفيلم معالج نفسي، لكن سبب الغطش والمعارضة يعني أنا بدور المعالج النفسي والكلام ده كان سهل. طبعا أعوذكم من شموس السوداء حقائقنا الجميلة على فضل الدين الجميل وأسرار مصر العظيمة.